السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحقيقه احببت ان اتامل معكم هذه الدراسات المنشوره على موقع جامعه هارفارد أنا طبعاً لدي عدد كبير من الانتقادات من قبل ملحدين كلما تكلمنا بكلمة قالوا أين المرجع؟ من أين هذه الدراسة؟ أين منشورة هذه الدراسة؟ لذلك أنا قررت أن أقرأ حرفياً من مواقع معترف عليها عالمياً، أنا أفتح أمامي الآن موقع جامعة هارفارد مقالة منشورة في أول فبراير 2021 عن التفاؤل. طبعا انا يمكن ان اقول سيد التفاؤل هو النبي عليه الصلاه والسلام، لم يكن يحزن، لم يكن يتوقع الشر، كان يتوقع الخير دائما، هذا النبي الكريم ظهر ذلك جليا في سلوكه في المواقف الصعبه جدا، اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا عندما حزن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وربما كان يتوقع أو يخاف أن يصل المشركون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتنتهي الدعوة إلى الله في ذلك الوقت النبي كان متفائلا، لم يكن يتوقع الشر، كان يتوقع الايجابيات، يتوقع الخير، يتوقع حدوث شيء خير من الله سبحانه وتعالى لانه يثق بالله، لا تحزن ان الله معنا. النبي كان يعجبه الفال الحسن، كان منهج حياته، منهاج حياته هو تفاؤل، حياته كانت تفاؤل ايها الاحبه، ونحن ينبغي ان نقتدي بهذا النبي الكريم. جامعه هارفارد عام 2021 ماذا تقول؟ تقول التفاؤل هو شعور جيد يرتبط توقع حدوث اشياء ايجابيه بسعاده وصحه افضل، يعني عندما تتوقع الخير هذا ينعكس على نظامك المناعي وعلى صحتك وعلى مستوى السعاده لديك. موقع الجامعه ايضا جامعه هارفارد يقول ان الانسان المتفائل الذي يتوقع حدوث ايجابيه يكون لديه احتمال الاصابه بالنوبه القلبيه قليلا وخطر الوفاه المبكر ايضا احتماله قليل، سبحان الله يعني التشاؤم يقودك للموت المبكر، التفاؤل يقودك لعمر اطول، طبعا الاجال محدده ولكن لها اسباب. طيب انا قبل ان اكمل ايها الاحبه يجب ان اقرا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا بعث احدا من اصحابه في بعض امره ماذا قال له؟ ماذا يقول ماذا يامر النبي؟ قال بشروا ولا تنفروا هذا الحديث في صحيح الامام مسلم وغيره، بشروا بشروا يحب التبشير الاستبشار بالخير، بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا، يعني يعني حاول دائما اخي الحبيب اذا اردت ان تلتزم بكلام هذا النبي الكريم، حاول ان تتوقع الشيء الايجابي، حاول ان تتوقع الخير حاول أن تتوقع أن تكون نظرتك إيجابية للجانب المشرق من الحياة وليس للجانب المظلم طيب هذا ما تقوله جامعة هارفارد أتابع معكم أيها الأحبة موقع جامعة هارفارد يقول في هذه المقالة إن التشاؤم يشعرك بالسوء ويجعلك مكتئبا أو قلقا ويحافظ على تنشيط نظام القتال أو الهروب لديك الإنسان أيها الأحبة مثل كل الحيوانات وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا امم امثالكم، فنحن كبشر او حتى كحيوانات بالنسبه للكائنات الحيه زودنا الله بآليه للهروب للدفاع عن النفس، هذه تحميك في المخاطر، فعندما تتوقع الشر فان الهرمونات نسبه السكر في الدم تزداد. هناك عمليات كثيرة تتم لا تشعر بها، تهيئ جسدك للقتال، تبقى في في حالة قلقة، حالة حرجة، وهذا يؤدي كما تقول جامعة هارفارد، لست أنا من يقول أيها الأحبة، إلى حدوث التهابات مزمنة مرتبطة بعدد من الأمراض. سبحان الله يعني يعني أصبح أصبح الآن أيها الأحبة، التفاؤل يمكن أن يخفف الالتهابات شيء عجيب والله أيها الأحبة، نحن عندما نذهب إلى الأطباء نادرا ما يقول لك تفاءل، يعني أتمنى من أطبائنا وبخاصة المسلمين أن يبعثوا روح التفاؤل في المريض، يبشروه بالخير دائما، للأسف نسبة قليلة تفعل ذلك. دائما او غالبا نجد الطبيب يخوف المريض من اجل يقول لك ان يستعد ان كذا ان كذا، ولكن الصحيح ان تعطيه نظره متفائله لان هذه النظره المتفائله ترفع وتنشط النظام المناعي وتقيه من شر الكثير من الالتهابات المزمنه. يقولون هل تخدع نفسك؟ يعني هل انا مثلا اتفائل بالخير افضل ام انني انظر نظره واقعيه واتوقع الشر افضل؟ تقول الدراسه هنا اذا كنت متفائلا فانك تقوم بتصفيه البيانات التي تبدو سيئه لما تريد ان تفعله، طبعا انت ظاهريا تخدع نفسك، ظاهريا، ولكن في الحقيقه انت عندما تتوقع الخير دائما فان دماغك يحاول ان يعمل القرارات لديك يعني منطقه الناصيه مسؤوله عن القرار تحاول ستصبح قراراتك افضل وأدق وذات صوابية أعلى يعني تصبح صحيحة أكثر مما يساعدك على النجاح أكثر يساعدك على مواجهة الواقع أكثر يقول البروفيسور سيجل في هذه الدراسة كن على ثقة في نفسك أنك ستكون قادرا على الارتقاء إلى مستوى أعلى في التعامل مع مختلف الأحداث وأن, وأن الأشياء ستنتهي بشكل جيد طبعا هو يقول لن تغير الواقع، الواقع السيء سيحدث، ولكن أنت عندما تتفائل بالخير يصبح جسدك ونظامك المناعي أكثر قدرة على مواجهة السوء، لذلك من هنا نعلم لماذا أمرنا حبيبنا عليه الصلاة والسلام أن نتفائل بالخير، تفائلوا بالخير تجدوه، وأن نبشر ولا ننفر، نبشر يعني ما معنى بشروا؟ نتوقع الأفضل، نتوقع الأشياء الإيجابية، وبالتالي أيها الأحبة أنا أرى هنا يعني سألخص لكم هذه الدراسة بكلمات قليلة أختم بها إن الانسان المتشائم الانسان المتشائم يعمل على تدمير نظامه المناعي ببطء موت بطيء للنظام المناعي يزيد من احتمالات النوبه القلبيه يزيد من كميه القلق لديه ويكون بسعاده اقل بينما الذي يتفائل تكون دائما صحته النفسيه والجسديه افضل نظامه المناعي افضل قدرته على مواجهه المصاعب اعلى اذا انا اود ان أطرح سؤالا الآن أيها الأحبة، هذا النبي الكريم لماذا يأمرنا أن نبشر الناس بالخير؟ لماذا يأمرنا بالتفاؤل؟ لماذا يأمرنا بالتفكير الإيجابي؟ طبعاً لأن الله أرسله رحمة لنا، قال سبحانه وتعالى: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين"، وبالتالي نقول لأولئك الذين ينتقدون هذا النبي الرحيم، لماذا تنتقدون هذا النبي وهو يريد لكم الخير، يريد لكم الصحة. ويريد لكم الحياة السعيدة، لماذا تنتقدون هذا النبي الكريم؟ لذلك والله ايها الاحبه اذا تاملنا تعاليم هذا النبي اتركونا من الروايات والخرافات التي يروجون لها، روايات تاريخيه لا اساس لها صدقوني ايها الاحبه، اقرأوا القرآن وصحيح الاحاديث النبويه. ستجدون ان كل تعاليم النبي بنسبه 100% هدفها ان يبعث فينا الحياه الايجابيه والتفاؤل وحب الخير وحب الخير للناس والعدل والإحسان هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم لذلك أحبتي في الله يعني أنا هنا لا أجد أفضل من هذه الآية التي وصفت هذا النبي بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم قال سبحانه وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص بالمؤمنين رؤوف رحيم فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين